تقريرنا التالي هو حول المؤتمر الثاني للرعاية الأولية والذي أقيم في فندق سانت ريجيس كورنيش أبوظبي. يسعدنا المشاركة اليوم من دائرة الصحة أبوظبي في المؤتمر السنوي الثاني للرعاية الصحية الأولية، حيث نسلط الضوء من خلاله على أهمية مراكز الرعاية الأولية اللي تقدم خدمات رعاية صحية شاملة تتسم بالجودة العالية وذات طابع شخصي، وتعمل على تعزيز الصحة الوقائية والتثقيف الصحي وتوجيه المرضى إلى التخصصات الأخرى. تمتد طبعا في مراكز الرعاية الأولية جسور التواصل المستدام بين المريض وطبيب الأسرة الملم بكافة تخصصات الطب وفروعه والقادر على تشخيص الأمراض وعلاجه، وذلك تماشيا مع رؤية دائرة الصحة أبوظبي مجتمع معافى. تهدف الدائرة من خلالها الرؤية إلى تنظيم وتطوير القطاع الصحي وحماية صحة الفرد من خلال ضمان سهولة الحصول على أفضل الخدمات المتوفرة في إمارة أبوظبي والتحسين المستمر لجودة الرعاية الصحية واستدامة الموارد. هذا المؤتمر اليوم هو المؤتمر السنوي الثاني للرعاية الصحية الأولية وطب الأسرة في أبوظبي. هذا المؤتمر تحت تنظيم الشرقية المتحدة للخدمات الطبية بالتعاون طبعا مع دائرة الصحة وشركة ملفي. أهمية المؤتمرات الطبية بشكل عام هي التدريب والتعليم المستمر للكوادر الطبية وكوادر التمريض والكوادر الإدارية، وهذه غاية طبعا مستمرة لكي نحصل على أحدث ما توصلت إليه التقنيات العالمية من تشخيص الأمراض وعلاج الأمراض وإدارة المرافق الصحية. فخورين بدعم دائرة الصحة أبوظبي وحضورهم معنا ومشاركتهم وأيضا ملفي لنتعاون جميعا بتعزيز مفهوم الرعاية الصحية الأولية لتقديم المعلومات وآخر المستجدات للمجتمع الطبي، وبنفس الوقت وبطريقة غير مباشرة للمجتمع بشكل عام عن طريق الإعلام واللي بده يكون مكتوب عن مفهوم الرعاية الصحية الأولية ونظام الرعاية الصحية الأولية. اللافت كمان هو عدد الحضور اللي تجاوز 150 طبيب ومختص وممرض وصيدلي وإداريين كمان من قطاعات الحكومة المختلفة ومستشفيات رائدة في إمارة أبوظبي، فهذا دليل عن أهمية هذا الموضوع، الانترست تاعهم أو حبهم للتعلم والتعرف على آخر المستجدات في قطاع الرعاية الصحية الأولية.